ريش، انتي متأكدة ان سواقتك منيحة؟ ايه لا تاكلي هم، بدبر حالي. هلا رح اعطيك مفتاح السيارة، جنب مدرسة الولاد في جنينة، بتصفيها قدامه وبعدين بتفوتي على الحفلة. طيب بركي ميار اصر اني روح معكم. معقول ما تلاقي طريقة تتهربي منه؟ خلص ما في مشكلة، بدبر حالي. مروان رح ياخدك لعنا على المزرعة. بعرف هو قال لي اكيد رح تجي. لكان معقولة ما اجي. أنا كتير زعلانة، ما تمنيت يصير هيك. ولا أنا، لو انفصلتوا بشكل طبيعي كنا هلأ كلياتنا مرتاحين، بس ميار ما خلى مجال للتفاهم. مع الأسف الزمن كفيل يصلح اللي انكسر، يعني ما في حدا بيعرف اللي مقدر له. ممكن بفترة غياب الأولاد عنه ممكن ينصلح حاله ويتغير. إن شاء الله. أنا رح كون جنبك على طول، بحياتي ما بتركك. بعمري ما رح أنسى معروفك. لا عليا، شو هالحكي هاد؟ شو عم تتوشوشوا على السكت؟ لا ولا شي. شو بدنا نحكي يعني؟ نحن لازم نتعامل مع هيك شركة كبيرة، لأنه التعامل معها بيعملنا اسم بين المتعهدين. بس هن اللي هلا ما ردوا لنا خبر. ما صرنا يومين مجتمعين معه. إن شاء الله يقبلوها. حابب نتعامل. ألو بعض. أهلين أبو الميج. ولا شي، سهران بالبيت. مين هذا أبو الميج؟ ما بعرف. إيه ليش لا؟ نطلع. وينك أنت؟ إيه ماشي، خلص نص ساعة بكون عندك. مع السلامة. أنتوا كملوا عشاكم، أنا طالع أسهر. مين أبو الميج؟ واحد رفيقي. منين تعرفه؟ تعرفنا على بعضنا هون باسطنبول. اسمه جهاد بس بدلعوه أبو الميج. مين هذا جهاد؟ وشو بيشتغل؟ بيهرب أسلحة. لا ما تصدقوا، عم بمزح. عنده مكتب تجاري بيشتغل فيه. تصبحوا على خير، خاطركم. وقت اللي قال أبو الميج فكرته مجد يلي شفناه بالفندق. مهم، بيطول يرجع؟ أخي أسعد مجنون وما بعرف شو بيخطر على باله. مو مشكلة، المهم ضلينا لحالنا. اشتقت لك. شو رأيك نروح على الأوتيل؟ هونيك الجو أحلى. لا الليلة ما بقدر، بكرة الأولاد عندهم حفلة بالمدرسة ولازم أوصلهم لهونيك. يوم التنين منشوف بعض. طيب. فقد كل أغراضك، لا تكون نسيان شي. تفقدتهم أكثر من مرة وماني نسيان شيء. حتى لو هاي البطاقة تبع الامتحان والهوية الشخصية، وهي كمان صورة احتياطية لإلي، وأربع أقلام زرق، وهي المحاية كمان، أنينة المي والسكاكر والشوكولا. وشو في كمان؟ كتير منيح، كله تمام. إيه الحمد لله. كأنك خايف حبيبي، أنت توكل على الله ولا تخاف. تيتي أنا بكرة عندي امتحان وطبيعي يكون متوتر. أمي امسكي الشرشف معي. كمان اسمع شو قريت بالجريدة. قال أول شي بدك تكون هادي وتبلش بالأسئلة السهلة، لأنك إذا بلشت بالصعبة رح تتشوش وما عاد تعرف تحل شي. لازم تحط إشارة عند كل سؤال بتحله مشان ما تنسى شي. تيتي والله بعرف كل هالحكي. أمي تركيه بقى، مو أول مرة بيقدم فحص. بعرف بس كنت عم أذكره شو لازم يعمل. إن شاء الله تكون الأسئلة سهلة عليه. لا تخافي، كمال دارس كتير منيح. يسرى خلينا نمشي منشان كمال ينام. وأنا كمان لازم فيق بكير. منشان الله خليكن عني، أنا مو جاي نوم. بس تتسطح بتنعس. يلا تيتي قوم على غرفتك. يلا كمال هدي حالك وما في داعي تخاف، ابني هذا مجرد امتحان. اي عمو بس. بس شو يعني؟ إذا ما نجحت مو نهاية العالم. انت لساتك صغير ومسبق سنه، واذا ما نجحت السنه بتعيدها. ليك اذا انت نجحت ولا ما نجحت رح تضل ابننا الوحيد يلي منحبه كتير. لذلك هلا قوم نام وارتاح. بكره نحن رح نوصلك على الامتحان. منوصلك ومنصير نزمر لك طوط. اذا كان هيك منروح بتاكسي، بخاف يفكرونا طالعين بزفه من الصبح. معك حق.
نمشي؟ يلا 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 حبيبي قوم. والله تارك ملعون ومالك قليل يا أبو سعود. عم يطلع منك. أنا اسمي جهاد. منيح اللي قدرت تصلح الموقع. والله برافو عليك إنه خطر على بالك هالاسم. لو كنت معنا كنت شفت وش ليلى لما سمعتني وأنا عم أقول اسم جهاد. قلت لي جهاد. ومرقت على السيد ميال؟ كيف لك؟ أكيد بتكون مرقت. يا ريتني شفت منظر ميار لما سمع اسم أبو الميش. شو صار فيه يا ترى؟ أكيد بيكون تذكرني بالخير. هلأ أختي شو عجبها بميار؟ أختك ما بتحبه لميار، بس عم تدور على البرستيج. شو يعني؟ ميار شب حليوة، والأهم من هيك أنه معه مصاري. هو كمان عنده شركة تعهدات، يعني واحد بتحلم فيه كل النسوان. بقى ليلى شو بدي أكتر من هيك؟ أنا بدي أسبقك يا راما. لا ما بتقدر تسبقني. صباح الخير. عم صبح عليكي، ما سمعتي؟ سمعت. رايحة على حفلة الأولاد؟ هريج حطي عقلك براسك، بكفي زودتيها. أنا عقلي براسي، بس أنت اللي وين عقلك؟ أنا ماني حابب نتخانق من الصبح. ولا أنا. افردي وشك لكن. عن جد؟ شو ساوي؟ أضحك لك بلا سبب؟ أوف. مبارح بالليل وين كنت؟ تعشيت مع الست ليلة بدل ما تتعشى مع أولادك؟ أنا ماني ناقصك. الحكي معك ما بيجيب نتيجة، ساوي اللي بدك إياه. خلينا نحكي مثل العالم، ما بيصير نضل هيك. والله اللي بده يحكي مثل العالم بده يكون عقله براسه، ولا انت شو رأيك؟ في معكم بالمسرحية شخصيات تانية؟ ايه، في فراشات وقطط وعصافير وخواريف وباتمان. شو رح يعملوا كل هدول؟ فراشات بس انا وشهد. في تشاهد كتير حلوة. رح يجي ملاك لابس تياب لونهم أبيض، رح يمسكني من إيدي مشان نطير سوا. رح تكون مسرحيتكم كتير حلوة. يا ريت يعطوني شي دور وحش بخوف. سوبرمان أحلى بكتير، لأنه قوي بيقدر يطير، والوحش كمان قوي. ماما لابسينا تيابنا. بس نخلص فطور. لا. ما بيصير تلبسوا تيابكن قبل الأكل، هلا بس تخلصوا بتلبسوهن. ماشي ماشي. علي اتركي الأولاد على راحتهم، مدام حابين يلبسوا تيابهم لبسيهم ياهن. طنشي. لسه في معنا وقت؟ لسه بكير. صاير عم تلبس ساعة؟ هي هدية من أبي. الله يديم المحبة. آمين. وكيفه أبوك؟ شلون صحته؟ منيح،
وضعه مستقر صار أحسن. وسوسن كيفها؟ كثير منيحة، شاطرة وقت حالها. برافو عليها، بتحسها أوعى من عمرها بكتير. عم فكر انقلها لهون؟ خايف على عليا. أوه يطول بالك، كلها كم ساعة؟ قلبي مو مرتاح. تفضلوا جبت لكم عصير، أكيد بيكون عطشتوا كتير. شكرا. يا قلبي لو أقدر شربه من هالشفة بيكون هلأ عطشان ونشفان ريقه كتير. طمن أمي ولا تاكلي همه، بعدين بيكون هلأ عم بيجاوب على الأسئلة وما عم يفكر بأي شيء تاني، مو هيك فؤاد؟ شو قلتي؟ لا ما قلت شيء. يا ترى راحوا على حفلة؟ أنت لا تشغل بالك حبيبي، إن شاء الله كل شيء رح ينحل. شو هالفراشة الحلوة هاي؟ تيابة بياخدوا العقل، بس القالب غالب. يلا ماما خليني لبسك. بابا شو رأيك بتيابي؟ راما انت طالعة كتير حلوة، مو هيك ماما؟ ايه ماما طالعة بتطيري العقل. تعي لعندي، تعي اعطيني بوسة. كيف بدك تعملي شعراتك هيك مناح؟ تعي انا بساوي لك ياهون. لا ماما بتساوي لي ياهون. تعي لعندي ماما. أنا رايحة لعند الكوافير. كوافير شو؟ رايحة أضبط شعراتي. شعرك حلو هيك، شو رح تساوي فيه؟ الدنيا ظهر بيكون هلا مسكر. الكوافير تبعي ما بيسكر. إذا رحتي على الكوافير نتأخر على الحفلة. بروح لحالي. تجيني بوسة. شوفكم بالحفلة إيه؟ ماشي عمتو. لا تتأخري. ماما إذا سمحتي زبطي لي تيابي. بس خلص شعرات القطة، استنى شوي. يلا ماما إذا بتريدي استعجلي شوي، إذا ما لبست الشال ما رح أطلع سوبرمان. لنوصل على المدرسة بحط لك إياه. مالي علي حطي له الشال، لا تزعلي خليه مبسوط. يمكن تأخرنا على الحفلة. لسه بكير. لا مو بكير، يا دوب نوصل. طيب يلا عليا خلونا نمشي. أنا رح طير. هاي وأنا كمان رح طير. شوفي لازم نجيب خدامة حركة ونصطة، وهي حليمة بنصرفها لأنه ما عجبتنا، ما أنا نفعانة لشي. ليك أنا تيابي ما بتجي لا بالأعياد ولا بالعطل، شو على كيفة؟ نحن اللي عم نساوي كل الشغل. يا أما منجيب حسيبة لهون. ماما ليش عم تفكي لي الشال؟ مشان ما تلف على رقبتك وانت عم تتحرك. بس نوصل برجع بحط لك يا. يلا أمي طلعي الدم. ماشي حبيبتي، سمير هلأ رح يطلع. إن شاء الله موفقين، مع السلامة. الخطة ماشية منيح وكل شيء تمام. منيح. إيه انتبه على حالك. شكرا. لا العفو، الله يوفقكم. صرنا أكثر من ساعتين عم نستنى، هلا بيكون الصبي رح يموت من الجوع. عجزت فيه وما رضي يفطر. يا ترى إمتى رح يخلص؟ ما خلص الوقت، لسه 10 دقائق. ها كأنه خلص الوقت، الطلاب بلشوا يطلعوا من الفحص. هدول شكلهم متضايقين، تقولي مو مجاوبين على الأسئلة منيح.
ليك وطلع. تعا حبيبي ليكنا هون بين عليه كتير مبسوط. ايه والله مبسوط. حبيب قلبي صباح خير. تقبرني. برافو. كيف كتبت حبيبي؟ قلي كيف جاوبت؟ ما بعرف تيتي، هلا خلصت. كيف كانت الأسئلة؟ خلوا الصبي يرتاح شوي وبعدين اسألوه على كيفكم. ما بعرف يعني ماشي الحال، بس كتبت منيح. طيب قلي بتنجح ولا لا؟ صراحة ما بعرف، إذا شفت الأجوبة بقلك. ابني هلا مشي الحال، المهم إنك عملتي اللي عليك وخلاص. الله يوفقك حبيبي. كأنه الأسئلة كانت صعبة ما هيك؟ يعني يلا خلونا نروح نتغدى. حبيبتي وفوقة إن شاء الله بتقبرها لوفوقة. خذ اشربها تقبرها. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيك، شرفتونا. أهلا وسهلا. الأولاد رح يقعدوا معنا؟ أيوه. ما تطلعي على شهد. تقعدوا قدام؟ أمي أنا ما بحب أقعد قدام، خلونا نقعد بالنص. إذا قعدنا قدام بنشوفهم أكتر. تايم فوتي لجوا. لأنه تأخرنا. وانتي فوتي. وين رح تقعدوا؟ بدي اقعد برا. شو رأيك؟ ما بدك تقعدي جنب أمي ما؟ طيب امشي. تصطفلي مثل ما بدك. ليك الأولاد شو لابسين؟ ما شاء الله ما أحلاهم. عن جد منظرهم بياخذ العقل، طالعين مثل الفراشات الأول. اهلا وسهلا فيكم. اهلين فيكي. شو حبيباتي متوترين؟ ايه كتير. ايه نحن متوترين اكتر منهم لانه اول مرة بيطلعوا على المسرح. مزبوط. بعد اذنكم بدي اخد راما وليس على الكواليس. ان شاء الله بتنبسطوا معنا. يلا حبيباتي امشوا لعند رفقاتكم. ماما نحن من الروح. ماشي حبيبتي. هات بوسي. تعي حبيبتي. حبيباتي ما في داعي تخافوا. ماشي ماما؟ ايه ماما. يلا يلا امشوا. شوفكم. على مهلكم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اخيرا شرفتي يا خانون. الحمد لله على السلامه. ليش تاخرت؟ لا لسه ما بلشوا. امتى بتخلص المسرحيه؟ ما بعرف، اكيد ما بيطولوا، بس يخلصوا بنروح نتغدى على البحر. اي والله من زمان جاي على بالي اقعد على شط البحر. رح طعميكي سمك غير شكل. تسلم لي. شو حبيباتي صرتوا جاهزين مشان نطلع على المسرح؟ جاهزين. ممكن تبعديني شوي مشان اطلع؟ ايه طبعا. لوين رايحة؟ نسيت لبس الشال لليس، رايحة لبسه قبل ما يبلش المسرحية. مرتك ما عم تجمع بنوب؟ وهلا اسمعوني منيح. تعا لبسك. في شي مدام عليا؟ نسيت لبسه شال سوبرمان. عن جد؟ ايه يلا ما في مشكلة. من بعد اذنك فيني اخذ الاولاد على التواليت؟ ايه طبعا، اصلا هلا في عرض قبل العرض تبعهم، بس لا تطولوا مشان ما تتاخروا. حاضر. انا اصلا كان بدي فوت على التواليت. فرقه الباليه طلعوا على المسرح بسرعه.
يلا ماما طلعوا طلعوا طلعوا. ميار شوف احلى هالبنات. ايه ما شاء الله حلوين كتير. تعرفي امتى المسرحيه تبع الاولاد؟ يمكن بعدها. بدنا نلعب لعبة. لعبة شو؟ شو بدنا نلعب؟ هلأ نحن بدنا نهرب لأنه في ناس بدهم يخطفوني أنا وأختك راما. بما أنك سوبرمان بدك تخلصنا من هدول الأشرار. بس أنا كيف بدي طير؟ هلأ نطلع من هون وأنت كمان تطلع معنا، وبس نطلع لبرا بنركب السيارة ومنبلش نطير. ولازم نطير من السطح؟ غير مرة منطير من على السطح. ايه ماشي. يلا خلونا نلعب. الأشرار عم يلحقونا، خلونا نركض. يلا اركضوا بسرعة. يلا اركضوا. شو ليس وراما لسه ما رجعوا من التواليت؟ لا أنسى لسه ما رجعوا. ليش لهلأ؟ لازم تطلعوا على المسرح. وين الولاد؟ ابني وين رايح؟ ما في شيء. ميا شوفي لوين طالع؟ بعدي خليني اطلع. شو اللي صاير؟ كدوا كدوا عشان ما يلحقونا الناس الأشرار. راحوا على التواليت ولهلأ لسه ما رجعوا. يلا ماما كدوا. ميار طول بالك. تركيني. استنى شوي. تركيني بقى. ميار مشان الله بكفي. بس قلت لك تركيني. شو انت ما عندك ضمير؟ لا تحكي ولا كلمه، صارت معي بعدين. عليا 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 ألو شو وصلوا لعندك؟ لسه ما وصلوا عم بستناهم. يا ربي لا تقلق دكتور، بس يوصلوا بخبرك. شكرا سمير، عم بعزبك معي. شو هالحكي دكتور؟ ليش ما قلتوا لي شو عم يصير؟ من الصبح وانتوا عم تتوشوشوا مع بعضكم وانا قاعدة مثل الأطرش بالزفة. ما قلنا لك مشان ما ينشغل بالك على عليا. قلنا منخبرك بعد ما يخلص الفحص. يا ربي دخيلك تجيب العوائب سليمة. الله يعين هالبنت المسكينة على مصايبها. Thank you.
أنا بفرجيك شو رح ساوي فيك. يلا ماما بسرعة، الأشرار عم يلحقونا، استعجلي. الو دكتور فؤاد، شو لسه ما اجوا؟ لا وكثير بالي مشغول عليهم. لازم من ساعتين يكونوا وصلوا لعندك. خايف يكون صاير معهم شيء. ما وصلوا لهلا؟ عم دق لها وموبايلها مسكر. قلبي مو مرتاح بنوب، كثير تاخروا. مرة ومعها ولدين سيارة حمراء عاملين حادث بالشارع 150، وضعهم خطير، حول. مرة ومعها ولدين عاملين حادث بالشارع 150. سمير اللي شو عم بيصير؟ خليك معي ثواني. شو صار؟ برجع بحكي معك. والله غريبة. خير شو صاير؟ سكروا قال بعدين بيتصل. إن شاء الله خير يا رب. متأكد إنك بتعرف يلي عملوا الحادث؟ إيه، الست ومعه ولدين كانوا بسيارة حمراء ونحن من المفروض نلتقى هون. هلا متأكد. شكرا. وصلني بالمركز، حول. بسرعة علقي لها سيروم وحطي لها أوبراجين، يمكن في نزف داخلي. حاولت وما عم لاقي الوريد. حاولي مرة تانية، وضع خطر كتير ولازم نخفف من النزيف. إن شاء الله نقدر نوصل على مشفى عايشة. سيارة لونها حمراء، مرة ومع ولدين مثل صبي. علم حول على أغلب نفسه. ما بعرف وضعهم بالضبط، بس قالوا انهم مخطرين واسعفوهم على المشفى المركزي باسطنبول. يمكن بهي السيارة؟ هي من سيارات المشفى المركزي، بس رح اتأكد لك. يا ريت. وصلني بالمركز، حول. الولد نبضه طبيعي. طيب على الإله سيروم وقيسي ضغطك، بعدين فحصل بنته على الإله سيروم كمان. إذا بتريد خبر الجراحين وقل لهم إنه معنا حالتين إسعافيات. يعني وضعهم خطير؟ ما بقدر أقول شيء لحتى يوصلوا على المشفى ونفحصهم. كلي أحسن ما عم تتفرجي. أنت ما عندك إحساس. الغريبة بتحاول تخطف ولاد أخوكي، حضرتك بتساعديها؟ مين الغريبة؟ عليا بتكون أمهم. قلتي لي أمهم؟ لنشوف إذا أخوك بيقبل يسامحك. مو لأرضى سامحه أنا بالأول؟ بالأول خلي أخوك يرجع أولاده، وبعدين بتشوفي حسابك منه. ما رح يمرق لك ياها هيك. ها، لنشوف شو صار معه. ابني، قدرت تجيب الأولاد؟ شو؟ حادث شو؟ ها؟ سمير قلي وين وكيف؟ يا ربي دخيلك. لساتهم عايشين؟ فؤاد انت شو عم تحكي؟ يا الله. فهمت عليك، هلا رح نجي. النزيف ما عم يوقف، عطيتها اوبرجين بالسيروم بس ما في فايدة. النزيف الخارجي مو مشكلة، المهم ما يكون في نزيف داخلي او كسور بالجمجمة. عم تسمعني؟ سمعتك وليكني جاي. طيب ما بتعرف كيف وضعهم؟ شو قالوا لك المسعفين؟
ما قدرت احكي معهم، هلا بالمشفى بنعرف. اخذينهم على المشفى تبعنا. يلا انا لاحقك لهونيك. اليوم الجمعه واكثر الدكاتره معطلين. رح احكي مع الشباب وشوف مين بيقدر يلحقنا. لازم نحط كل الاحتمالات. خلص انت لا تاكل هم. انقطع التنفس والنبض كثير ضعيف. رح نعمل لها صدمات كهرباء. امتى رح نوصل؟ يلا ما لنا مطولين، شي 5 دقائق. الاولاد وضعهم مستقر. دكتور فؤاد؟ مروان، سمعت شو صاير لعليا؟ ايه سمعت، سمير حكى معي. انت بتعرف كيف وضعهم؟ ما بعرف اي شيء، هني على الطريق شوي وبيوصلوا. عليا غايب عن الوعي. والولاد؟ ما بنعرف وينهم، قال ابوهم اخذهم على غير المشفى تبعنا. عن جد؟ يسرى شو صاير؟ الميار اخذ اولاده على مشفى تاني غيرها. كيف هيك عمل؟ معقول يروح مع اولاده ويترك مرته؟ الميار اتصل مع سيارتين، وكل سياره من مشفى، سياره اخذت عليا والتاني اخذت الاولاد. عناصر الشرطه هيك قالوا لسمير. هذا واحد ما عنده لا ضمير ولا اخلاق. يا رب دخل. عن جد هالرجال طلع الي الاصل. دكتور فؤاد، عليا شو زمر الدمه؟ بيه سلبي. انتي متاكده؟ ايه متاكده مثل ما عم قلها. ايه كثير منيح، مشان نحضر لها دم. خذوهم على غرفة الإسعاف، وحدا يخبر طبيب الأطفال بسرعة. حضروا غرفة العمليات يمكن نحتاجها. وين ماما؟ حبيبي، أنت رح تتحسن لا تخاف. أنا بدي ماما. الصبي استعاد وعيه. راما، بس البنت يمكن يكون وضعها خطير. راما، لازم نعمل لهم طبقي محوري. مرحبا، معك الدكتور سمير من المشفى المركزي. المريضة اللي معنا بتخصك؟ إيه بتخصني. حضرتك بتشتغل بالمشفى المركزي؟ إيه. المريضة اللي معكم كثير بيهمني أمرها. الله يعافيها يا رب. طيب كيف وضعها هلأ؟ المريضة لساتها غايبة عن الوعي، وعندها جروح خارجية بمعظم جسمها تقريبا. النبض والضغط منخفضين، عطيناها أوبراجين، ومن شوي كان رح يوقف قلبها، بس عملنا لها صدمات كهرباء، خايف يكون عندها نزيف داخلي. رح أحكي مع المشفى هلأ. ايه قلن يجهزوا دمها. ماشي. أمي شو صار لك؟ ما في شيء، بس راسي فتل شوي. أنا منيحة، ما فيني شيء. مبدئياً ومن الفحص السريري مو مبين معنا شيء أبداً. يعني كيف وضعه؟ قبل 24 ساعة ما بنقدر نقول شيء. امتى بدنا نجيبوا عليا بقى؟ هن على الطريق. الله يعافيها ويعافي ولادها. رضا بسرعة شوي. ما بقدر استعجل، اليوم في رادارات. ولو في رادارات استعجل شوي. بمين عم تتصلي؟ قلت لك بمين عم تتصلي؟ مع شب رفيقي. سكر التليفون. أريج عم بقول لك سكر التليفون. خلصنا، تركيني. ماشي مثل ما بدك، بس لشوف آخرتها معك. مستحيل أخوك يمرق على خير. يلا مروان رد على التليفون. اتصلت مع أريج؟ والله نسيت دق لها. اتصل فيها هلا، لازم احكي معها. بتعرفوا وين حطيت موبايلي؟ تركته برا مع الممرضة. قل لك مروان، شو رأيك ما تحكي معها؟ بلا ما تخوفها هلا. ليش تأخروا لهلا؟ انت اليوم ناوبة؟
لا. لك ليش اجيتي؟ انا خبرتك. شو يعني؟ بدك تفوتي على العملية؟ بضايقك هالشي؟ لا بس. لا بس شو؟ فكرني رح أقصر بشغلي؟ معقولة هيك تفكر؟ ولا لأنها عليا؟ لا مو هيك. أنت خايف مني وما بدك يعني فوت على العملية. نور الوضع ما بيحتمل. مروان أنا طبيبة مستحيل أذيها. أنا ما قلت هيك. مروان نور أفضل طبيبة تخدير. أهلين دكتور. أهلين دكتور محمد. منيح لقطوني قبل ما سافر. وين المريضة؟ هلأ بتوصل. تفضل دكتور محمد. شو صار؟ ليش هيك طفيتي؟ ايه برجع بشغله. اسعد شو؟ تامري عمري ما اتفرج على التلفزيون. لا امتى رح تضل هيك؟ ليش شو في وراي؟ يعني انت مرتاح بقعدة البيت؟ لا ما فيك تقولي اني مرتاح. بين عليك مبسوط ومو مفكر تشتغل. طولي بالك لسه هلأ فقت من النوم. اسعد انا عم بحكي جد، مش عم تفكر؟ لا امتى رح تضل هيك قاعد بلا شغل؟ اختي صري الشر لانه راسي عم بيجعني. ما رح اسكت، انت شاب ولازم تشتغل. يلا طلع دور على شغل. اشتغل مثلك. يا لطيف شو غليظ ودمك تقيل. لا يا لا تكوني عم تروحي مع ميار ببلاش. بلا ما ترفعيها مرة تانية احسن ما اكسرها لاني كبرت. انت عم تمنينيني بالمصاري اللي عم تاخديها من ميار ما هيك؟ مع انه لازم تشتري سكوتي لاني بعرف كل شي عم يدور بالشركة. خلاصولا ليش هيك عم تحكي معي؟ انا عم بشتغل مع ميار بكل امانة. طبعا بعلامة شركتكم انت وابو الميج. شركة ميار ما لها علاقة بشركتنا انا ومجد. هاي شي وهاي شي. ما حكيت شي. ليش معصبة؟ اختي صحيح انا مو متعلم بس كمان انا ماني مجنون. اسعد انت شو قصدك؟ لشو عم تخطط؟ قلت لحالي اذا بشتغل معك بالشركة رح تعرفي قيمتي. الله رح اعمل عمايل غير شكل وبشهرين زمان بصير المعلم. ما عم بقدر صدق. ليش هيك عم تعمل؟ بعد كل اللي عملت لك اياه بدك تستغلني؟ معقولة استغلك؟ بس لما بشوفك ساكنة بهيك فيلا فخمة لازم اسألك منين جبتي هالمصاري وشو علاقتك بميار؟ انا عم بشتغل وعندي راتب. ليه لحاجة تكذبي؟ حاجة بقى لا تكوني فكرتيني اجدب. كل هاللبس والمصاريف بس من راتبك؟ ولا ليكون عم يعطيكي مصاري لسواد عيونك؟ مجد هو اللي قال لك هالحكي ما هيك؟ ليش يعني؟ شو انا مالي مخفكر فيه؟ يمكن اجوا يسرى. عليا انت دكتور سمير؟ ايه انا. الله يعافي لك يا شكرا هم. دكتور مؤثر. يا ربي دخيلك. المريضة وصلت. ماشي يلا شباب. سمير كيف وضعه؟ يمكن عنده نزيف داخلي رح ندخلها على العمليات. النبض ضعيف والضغط نازل. غرفة العمليات جاهزة. شوفوا زمرتها وحضروا لنا دم. دكتور فؤاد اطمن رح نعمل كل شيء بنقدر عليه. مروان انتوا روحوا ارتاحوا بس تطلع منخبركم. دكتور اجتك مكالمة. هلا خليه معك بدي فوت على العملية. طيب دعوا لك. هدي حالك حبيبي. عالية قوية وإن شاء الله بتتحسن. الله يا أمه بالسلامة. عالية خليكي قوية.
رح طيبي أنا متأكد. أمي كيف الأولاد؟ شو صاير له؟ ما بعرف أمي، اثنين لساته جوا. الاثنين جوا؟ طيب عليا كيفة؟ وين حاطينا؟ ليكون عليا صار لشي؟ خلصني احكي، صار لشي؟ لا ما صار لشي. طيب وينه؟ أستاذ ميار؟ شو كيفه؟ بخير لا تقلق، بس في شوية رضوض وجروح سطحية بسيطة. واللي حمل ولدين انه كانوا حاطين حزام امان. الحمد لله الحمد لله. ضمضنا لهم كل الجروح، بس لازم يضلوا عنا 24 ساعه تحت المراقبه. وليش المراقبه؟ نتاكد انه ما في شيء نزيف داخلي او ارتجاج دماغ او اي شيء تاني. يعني من الافضل انه يبقوا تحت المراقبه وبعيد عن الانفعال. طيب فاقوا ولا لا؟ ايه فاقوا، وهلا رح نطلعهم على الغرفه. بابا ليس حبيبي، قل لي كيفك. يا سلامة قلبك. أنا منيح، بدي أشوف راما. يا روح حبيبتي. راما كيفك حبيبتي؟ بابا ردي علي، ردي علي بابا. حبيبتي عم حاضر. بعرف يا قلبي بعرف. الحمد لله على سلامتك أنت وليس. يا روح الحمد لله على سلامتك. دوب يا قلبي إن شاء الله. بابا وين ماما؟ رح أخذك على الغرفة. وين عليا؟ ما بعرف. كيف يعني ما بتعرف؟ عليا وضع خطير، مشان هيك اخذوها على مشفى غير هون، لانه هون ما في اجهزة حديثة. طيب بأنو مشفى؟ لو بعرف اي مشفى كنت قلتلك. طب خالف فؤاد بيعرف؟ ما اتصل فيه. معقول ما خبرته؟ ليش؟ شو بدي اقول له؟ بنت اختك وهي عم تخطف الاولاد عملت حادث؟ وضعها صعب كتير، في عدة كسور بسيطة بجدار الجمجمة. شو؟